هذا وقد حازت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل على إشادة واسعة من السياسيين باعتبارها خطوة نوعية هامة في تعزيز دور الشباب على الساحة الدولية. وأكد رؤساء عدد من الأحزاب السياسية أن انخراط الشباب في منتديات دولية مثل قمة المستقبل يتيح لهم فرصة للتفاعل المباشر مع صناع القرار، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب في وضع استراتيجيات المستقبل، أمر لا يمكن تجاهله في ظل التحولات العالمية الحالية. كما أكدوا على أن منتدى شباب العالم قد أصبح منبرا دوليا بارزا يتيح للشباب من مختلف الدول طرح رؤاهم ومناقشة القضايا العالمية المهمة، مما يعزز الحوار بين الأجيال ويمكنهم من تقديم حلول مبتكرة للمشكلات العالمية.